رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ايه المعدل انك رجال رجال عمرنا رجال لا تلهيهم تجارة، واحنا قلنا التجارة دي هي كلمة حركة الحياة، لان التجارة واسطة بين منتج اما زارع واما صانع وبين ايه مستهلك، والتجارة هتقتضي بيع وتقتضي ايه شراء. فهذه المسألة اللي هي قمة التبادلات ما تلهيهمش عن مين؟ ليه؟ لأنهم عرفوا ما في الزمن المستقطع للصلاة من بركة تنشر في الزمن غير المستقطع للصلاة، لأن بيقابل الحياة كده بإيه؟ إحنا كل زمان ونحن صغار لا نسمع في الأسواق ولا في الدكاكين بين بائعين ومشتري إلا إنك مدح النبي بالصلاة على النبي الله يفتح، كل دي ألفاظ تدل على إيه؟ ما عندناش بنسمعها دي. كل الناس دلوقتي اتكلوا على وسائل بقى العرض والإعلان والتلفزيون ومش عارف إيه، ولا حدش هذه الألفاظ بتخرج من إيه؟ يقول لي مدح النبي، شوف بقى اللي أعمله. وبعدين لك بكم كسبنا الصلاة على النبي، يعني حتى لما بعشي يقول لك ايه كسبنا ايه الصلاة على النبي، مكسب ايه مكسب كبير. رجال لا تلهي التجارة، هل التجارة اللي تلهيهم عن انهم يجوا المساجد يسلم، ولا هم ايضا في التجارة ما تلهيهمش التجارة على انهم يذكروا الله؟ يبقى فيها الايه فيها المعنى ايه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة قال لك يعني الصلاة تاخد وقت من العمل، يقول لك أنا مشغول ومش عارف إيه ده هسيب عملي ومش عارف إيه، فاهم إن لما يسيب ربع ساعة في العمل هتفوت عليه مصالح إيه فيها، يقول له لا ده هي دي اللي هتجيب لك بركة العمل وهي اللي هتنمي لك اللي يعمل. وبرضه لما يجي يزكي يقول لك أنا هطلع نقص الفلوس بتاعته والسهولة تخس ومش عارف ايه بتاع، يقول لك يا طب انت بتعمل ايه؟ ده انت لما تيجي عشان تخدر الذرة او تخدر القمح تبدوه بتاخد من مخزنك ارداب عشان تنشره في الارض، يبقى نقصت مخزنك ارداب ولا لا؟ الاحمق هو الارداب، المخزن نقص ارداب، والعقل يقول لك ده الارداب دي هيجيب لي 10، يبقى نقص ولا زاد؟ يبقى زاد. رجال لا تلهيه، أو ده من النوع كل ما يشوف كده يجي له، يقول لك ده الزمن اللي توفى ده يمكن يجي له منه في صفقة واحدة في 10 دقايق تنتهي، البركة تجي لي قد كده، البركة تجي لي إيجابا، البركة تجي لي سلبا، إذا دي كل دي أنواع وتجليات الحق سبحانه وتعالى من الملتزم بمنهج الحق. طب هم عملوا كده ليه؟ يسبح له في هذا الغدو والآصال ورجال ولا تلهيهمش التجارة ولا ولا هم قال لك لانه بيتاجر لحاجه اخلد مني، تجارتك في الدنيا بتصون دنياك بس، انما التجاره لن تدور الثانيه اللي هتصون اخراك، ولما تكس زمن دنياك بزمن اخراك يطلع زمن هباء ولا قيمه لها، وهو زمن المظلوم، لان بس الانسان هو الانسان له عمر محدد في الارض؟ لا، ده عمره مظلوم، وصح يموت بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه، لكن الحياه الاخره مش مظلومه متيقنه. ومهما طالت اعمار دنياك ستؤول الى زوال، لكن ذكى ابدا ما فيش. وفي دنياك يمكن النعمه تفوتك، او انت تموت بتفوت النعمه، في الاخره لا النعمه هتفوتك ولا انت تفوت النعمه، يبقى مين اكسب بقى؟ اهدي تجاره ولا ايه؟ لن تبور. بيعملوا كده انك يخافون يوما، وهل اليوم في ذاته هو زمن يخاف؟ وانما يخاف ما في اليوم، احنا ما بنخافش اليوم بذاته بالزمن بذاته، لا ده احنا بنخاف ما يحدث في الايه؟ هو من ولد خفت يوم الامتحان، هو يوم الامتحان ده هو اللي بخوف الزمن ولا اللي فيه هو اللي بيخوف؟ يخافون يوما العذاب يوما، يخافون يوما
تتقلب فيه الايه؟ تتقلب فيه القلوب والابصار. القلوب تتقلب يعني ايه؟ رجفة القلب، اضطراب حركته، اللغة اللي بيجيله ده لغط ده عشان حدث يحصل لواحد في دنياه ولا كلمة تزعله يحصل له الحكاية دي لغط فيها، فما بالك بقى الهول اللي يشوفه يوم القيامة يجي لغط ايه شكله؟ تتقلب القلوب بقى ولا لا؟ ما تستقلش على حالة واحدة. والابصار تعمل ايه؟ الابصار تتقلب، ليه تتقلب؟ لانك تتقلب الابصار لانها حين تجد فزع تقوم تشوف الفزع ده يخفف، تقوم تقلب بصرها لعلها ترى شيئا يخفف فترى برضو ايه؟ فزع اخر. ولذلك ينتهي الامر الى خاشعه ابصاره ذليله من كسب، مش بقى مفر، لا هنلتفت كده نلاقي راحه ولا هنلتفت كده نلاقي ايه؟ لا، النجم اللي يلاقي الراحه الذي قدم لذلك اليوم كالتلميذ المجتهد المبدع ساعة ما يدخل الامتحان كده يبقى واثق من نفسه وقاعد ومتلهف الى ورقة الاسئلة، وساعة ما تيجي ورقة الاسئلة يستبدل الله الرحمن الرحيم ويبتدي يعمل ايه؟ يجاوب، يبقى واخدها على انها، انما بقى اللي ما ذاكرش بقى ايه اللي اهو ده بقى الموقف تمام. يخافون يوما تتقلب، هناك الايه يقول ايه؟ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ذليلة مستكينة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ما شاء الله على رحمة الله، مش أن يجزيهم الله يعني اللي عملوا سيئة وقال لك إيه ده البشارة الحلوة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. طب يا رب وأسوأ ما عملوا؟ قال دي سبوء للمغفرة بقى. ليجزيهم الله احسن ما عملوا، وبس تجيب على قدها كده ده هيديك حقك. طب ده العدل اللي يديك حقك، انما هو العدل هو ده اللي احنا بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، مش كده؟ انما ايه؟ قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى هيعمل ايه؟ ويزيدهم ايه؟ من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. احنا قلنا الرزق ما ينتفع به، اي معنى فيه فوقية لك صحة رزق، علم رزق، حلم رزق، شجاعة رزق، كل حاجة في الحياة ينتفع بها اسمها ايه؟ الناس فاهمة الرزق بس هو ايه؟ بس الفلوس. يقولوا لا، هذا مجموعة اشياء، كل ما ينتفع به يعتبر ايه؟ رزق. طب الذين فضلوا برد رزقهم، يعني انت مرزوق علم تدي اللي ما عندوش حلم، مرزوق كوره تدي اللي ما عندوش ايه كوره، مرزوق حلم تصبر على السفيه، ما كل ما فلان جبان اشجع انت له واخدله نصبه، فلان احمد ما يقدرش يحسن شغله اديها لك، يبقى ده اسمه ايه؟ رزق. والله يرزق من يشاء. يبقى اذا الذي يرزق اخاه او غيره من المعدلين ما بيجيبش حاجه من عنده. ليه؟ لان الله هو الذي خلق وهو الذي ضمن الرزق. يبقى احنا مطلوبين من مين في الاصل؟ من الله. يبقى إذا جاء عبد من عباد الله واستمع إلى نصيحة الله وقال له مد إيدك يا واجد إلى المعدن، يبقى أكله بيعمل إيه؟ بيكون يد لله لهذا الرزق، يد لله، يعني الرزق يتنقل بإيه؟ بواسطه. ثم إذا أنت بتنقل من شيء ما ينفذش، تبقى أنت تضل بحاجة ما تضلش بحاجة، إنما تضل إذا كنت أنت بتاخد من رزق محدود، إنما ما عندكم ينفذ. انما اللي فاهم انه ان رزق عبدا معدما من وجده واجد فرزق المعدم وهو يتناول من يد الله، يبقى ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه؟ ولذلك لكم لو انتم تملكون خزائن رحمه ربكم، لو ربنا ملككم خزائن الرحمه لامسكتم خشيه الانفاق، ولكن هو خلاها عنده، خلاها ايه؟ وينزله بقدر ايه؟ لان لو خدها لكم لاول الامر كده يمكن تتكنوها ولا تبينوها، لما يديك واحده واحده كده وبغير حساب. يعني ايه؟
ما هو الحساب؟ الحساب ان تحسب المزيد تجيب كذا ودي تعمل كذا وتقعد بقى تعمل ميزانيه واسمها الجدوى ومش الجدوى ودي تدرس ازاي؟ انت بتعمل كده انما ربنا بيدي من غير ايه؟ حساب. ليه؟ قال لك انت بتعمل حساب لان يمكن حد هيحاسبك انما ربنا ما حدش هيحاسبه. يبقى يدي من غير حساب ولا لا؟ ويدي بلا مقدمات ويدي كده بدون عمل. واحد يمشي يقطر في كنز. الله. مسألة ما حدش عارفها دي. يبقى يرزقه من غير ايه؟ من غير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. شبا الحق يريد أن يلفت من تشغلهم الدنيا بحركتها ونشاطها عن المراد في الآخرة. وقد يصنعون أعمال حسنة، برضه واحد يدي الناس صدقات ويعمل مشاريع خيرية ويعمل مش عارف ايه بتاع ويظن ان دي ايه؟ ان دي هي العملية. دي الأصل في العمل أن يكون بنية أنه من الله ولله. ولذلك هيقول كده ان يعني بقى الناس اللي عملوا عمل قد يكون خيرا للناس وبعدين يروح كده ويهاجر الله عنده. انت كنت بتعمل ليه ولا للناس؟ كنت بتعمل للناس والناس ادوك اجرتك. قال لك متشكل وكتر خير وساعة ما كنت بتبقى املك وقدموها وقعد يمشوا وعمل لك تمثال وعمل لك ذكرى وعمل لك فعلت ليقال وقد كده انتهت المسألة ما ظلمناكش. والذين كفروا أعمالهم اللي يظن إنها إيه؟ أعمال خير وتنفع. والذين كفروا أعمالهم كسراب. السراب بيعرف هزان في الضوء اللي هو في وقت الظهر كده الأرض المستوية يوم الشعاع ينكسر زي ما حكونا ورسابيني يوم يخيل لك إن إيه؟ إن فيها مية مسيلة كده كل ما تمشي ما تلاقيش ماء. اسمها سراب بقيعة. قيعة يعني جمع قاع، أرض مستوية، قاعة مصفصفة يعني الأرض إيه؟ مستوية. يوم يخيل لك إن ده إيه؟ ما هو ظمآن. يمكن لو ما كانش ظمآن ما يلتفتش الناس تفيت، إنما ما دام ظمآن يجري على مين؟ على السراب. يقول حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ويا ريت ما وجدوش شيء وسكتت المسألة وخاب في المسعى، لا، ووجد الله عنده. فوجئ بإله ما كانش مؤمن به. بقت المسألة صحيت في بدنه. أنت كنت بتعمل منه اللي أنت كنت بتعمل منه الدور مالكش عند إيه؟ مالكش عند حاجة. ولذلك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى كل عمل خير لازم تقول فيه ايه؟ ان العمل ده معمول لمين؟ لان الله امر به ولان لوجه الله. ولذلك يعطي الله في الكون امثله تزهد الناس في العمل للناس من اجل الناس. يقول لك لا اعمل العمل للناس من اجل الله. ليه؟ وانت تقول يا اخي فلان عملت في جنين وكذا وكذا بدل انكر الجنين وطلع عليا ما اعرف ليش وعمل فيا كذا. يقول له طب ما دي جزاء عداله. مش انت عملت له ربنا خلاك انت هو له شوف هيعمل فيك ايه. لكن لو عملته لله قبل ما انت ما تبقاش العمل تاخد الجزاء ما شاء الله تاخد الجزاء. يبقى جزاءك انت اللي عملته للناس يطلع عليك الناس ما يعرفوش بنيتك ولا يعرفوا فضلك عشان تتقدم وتبقى تعمل العمل لمين؟ لله. نعم.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قيعة زوجيها جمع جار، جيرة المسجد يعني جيرانه، قيعة جمع قاع، وهي الأرض الإيه؟ المساوية اللي بيخرب فيها الإيه؟ السراب ده، كسراب بقيعة يحسبه أن يظنه الظمآن العطشان يظنه ماء، فيتم رايح عشان يشرب شباه، لو أن ما وجدش مية بس تبقى دي مصيبة واحدة. لكن لو قال ما وجدش مية وجد عذاب تاني بقى يلقى يبقى دي مصيبتين. ولذلك يقول لك تعالت كما أبرقت قوما عطاشا غمامته فلما رأيها أقشعت وتجلت. هم قال لما لو ما جتش من بره كان زي بقى زي احنا ضربنا مثلا زمان قلنا واحد محبوس وبعدين عطش وعايزين ميه ما بيجربوه ما يمنعوا عنه الميه. فقعد يتوجه العسكري الحارس عليه انه يجيب له كوبايه ميه، يقول له حاضر، يروح يجيب له كوبايه الميه ويتم بقى ابن الطيبه، وهو غير كوبايه الماء استشرف الى ان صغيرها. وبعدين يجي لحد بقه كده ويجي ياخدها منه يروح دلقها على الارض. يبقى ايه؟ يأس بعد اطماع. يأس بعد ايه؟ بعد اطماع. وهناك ايه ثانيه الذين كفروا باعمال الكراميه اشتدت بالريح في يوم عاصف. واللي يعمل لغير الله يقول لك ايه؟ زي ما يكون تراب على زلطه. شوف الزلطه الناعمه دي، الحجر اللي مش ناعم يمكن يشرب شويه تراب، ياخد شويه تراب، انما الزلطه نعم. يوم لما ينزل على الصفوات وبعدين ينزل عليها الميه الايه؟ يبقى كده ما فيهاش حاجه. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اوعى تقول على بنين على من يموت ويبعث ومش عارف يقول لك الزمن ده عند ربنا ملوش، لانك انت لما الانسان يموت الزمن يمر عليه ولا كانه يوم يرونها ايه؟ لم يلبسوا الا عشيه او نهار. يبقى ما الزمن بينك وبين الحساب عشان ما تستبطئوش؟ ما هو الزمن اللي بينك وبين الحساب؟ ام قال لك اخفى الله الموت اسبابا ومواعيد. ليه؟ أم قال لك الإبهام في الشيء قد يكون غاية البيان له، لأن لما أبهم زمن وأبهم العمر وأبهم كل حاجة والسبب وإلى آخره توقع الإنسان في أي لحظة، يبقى دائما على باله ولا لا؟ يبقى ده بيان أكتر ولا لا؟ ده بدل ما يبقى في يوم كذا وفي يوم كذا وبسبب كذا، ما دام اليوم لسه بعيد شوية يبقى في أمل، ما دام المسألة لسه ما فيش مقدمات ما يبقى في أمل، يقول لك ده ملوش يبقى انت عمد ان تلقاه في ايه؟ اذا اي انسان يرفع طرفه يمكن ما يطلقش طرفه الا وقد مات. يبقى اذا ما دام لا يملك امتداد زمن الحياه والموت يجيء له في اي لحظه، ولما يموت الزمن مش محفوظ، وبعد ذلك تقول القيامه يبقى سريع الحساب ولا لا؟ ولذلك قال لك من مات فقد قامت قيامته. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من طب دي اعمالهم كسراب بقيعه ومش عارف ايه. أم قال لك مثل تاني عايز ربنا يظلمه. قال لك اعمالهم كظلمات في بحر او كظلمات في بحر لجي. شوف بقى شوف وصف البحر اللي ما يجيش الا في المحيطات الواسعه الكبيره. وسيدنا رسول الله لا راح البحر ولا شاف الحكايه دي ايه. وبعد ذلك لما يقعد يحكي لنا بقى على لما تيجي بارده عملاقة
وحاملك مش عارف ايه دي شويه ريح كده يروح عاملينها زي القشه كده. فقال اوكى ظلمات في بحر اللجي، اللجي ماء كثير من العمق، ادي واحده. وبعدين يغشاه موج، الماء الكثير يجي له موج تاني على فوق، والموج بس بيجي له من فوقه ايه؟ موج. وبس كده قال لك هو من فوقه سحاب. شوف بقى كم مرحله من الظلمه، ظلمات بعضها فوق ايه؟ فوق بعض اهي. البحر ايه؟ لجي، وبعدين يغشاه موج ادي فوق، وبعدين الموج مش بس يجي ايه؟ من فوقه موج. انت لما تقعد كده على البحر تشوف تتابع الامواج، تتابع الايه؟ موجه تيجي، الراجل بيقول الموجه تجري ولا الايه؟ مش ولا الموجه، ما هي كده، يبقى موجه ويجي موجه تانيه فوق، ويجي موجه تانيه فوق، الله. وبعدين مش كده بس، وبعدين يجي من فوقها ايه؟ تبقى الظلمه مطبقه ولا لا؟ الظلمه ظلمات بعضها ايه؟ فوق بعض. مش انت ما تشوفش حاجه فيه، لا. ده انت ما تشوفش بعض نفسك. اذا اخرج يده لم يكد يراها. الله ده ايده وعارف موقعها من عينيها، ايده هو. يعني واحد لما يغمض كده ويحط يقول لك ده ايه هبل مش عارف عيني، لا ده بقى هبل راسي، ده بقى الله. اذا اخرج يده لم يكد ايه؟ مش لم يرها؟ لا يقرب من ان يراها. واذا نفى القرب من ان يرى، يبقى نفى الرؤيه من باب اولى ولا لا؟ نعم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. احنا قلنا كمان في الموج الظلمات من بعضها فوق بعض، قلنا زمان في ظل ظليل. الظل هو شيء يحجب الشمس ايه؟ الشيء يحجب الشمس عنك، يحجب الشمس عنك تجيب شمسيه او خيمه تقعد تحتها. صحيح حجبت الايه؟ حجبت الشمس، انما حجبت مع الشمس الهواء. لكن لما تقعد قاعد تحت شجره ورقه فوق ورقه وغصن فوق غصن، يبقى الظل مركب ولا مش مركب؟ يبقى الورقه اللي بتظللك هي نفسها متظلله. الورقه اللي بتظللك هي ايه؟ هي متظلله. وبعدين فيها حيويه الحركه، الريح تبعدها، ولما الريح تبعدها تقوم تدخل الهواء، تبقى حايشة عنك حرارة الشمس وتدخل ايه؟ وتدخل الهواء. ده ولذلك يسميها ظل، ظل مظلل. دلوقتي بيعملوا اسقف مكررة، يعني سقف وبعدين سقف، صحيح بيخفف الحرارة، انما ما يديش ايه؟ عايز بقى انت مروحة من الداخل، انما بقى لما تكون في ظل ظليل، الظل نفسه ايه؟ مظلل. اهي دي الظلمات وفوق ظلمات، زي الظل فوق الايه؟ ظل فوق الظل. أو كظلمات في بحر لجي. هناك إيه؟ فيما لا دخول الصرح. إيه؟ فلما رأته حسبته إيه؟ لجة، أبو الدمية دي. ده بده يوريها الفن بتاع سليمان، لو كان بعت له هدية قال. قال لها هدية إيه؟ طب تعالى بقى شوف حسبته لجة، هي بقى بعد طرف والعرش لا ولا عرش المنصوب بأنه إيه؟ بأنه عرش عظيم. دي كانت دخول الصرح. لما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقي عشان ما تتبلش الهدوء. ها؟ لا هي مش مالها يا شيخه، مش مالها. شوف بيسفهوا رايه، يعني لنا على حضاره وعلى ايه؟ وعلى امكانيات اوسع من الايه؟ اذا صدق في قوله ما اتاني الله خير مما اتاني. بل انتم بهديتكم تفرحون. انا مش طالب دنيا، انا ردت لكم هديه لان انا عندي. انا طالب ايه؟ انا طالب عمار الدنيا بالقيم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده يده هو مش يد واحد تاني لم يكد يراها. ليه؟ قال لك لأن مفيش نور من الدنيا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحانه. أهديا ما ينتفعش بقى بالعمل، يشوف ايده زي ما ينتفعش بالعمل ايه؟ العمل بتاعه. وبعض